السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أنا خير تشرفت إن وحرا مركز السودان إن وحدوني إن أنا إذن وذا بو إن معلومات كسر قربي إن نكى ورال كنها سفيان الشيخ أحمد وضد إن بدن وشيء جيو إن يجا مثلاً القرابة إلي يهين إن ترجع إن لقول لا يي إن غير مقدسه مثلاً معلومات إن هرل صوب عندك جان شيء جان marka macluumaadkaas waxaan doonaynaa mataqana inaan idin wadaagno idin kareftiina mataqana aad aragtaan miisaan kala saaro ma fiicna mataqana qof muslim ah walaalka ah in la dulmiyo marka sufyaan waa diidan yahay asaga mataqana ila hadda muslim sheegin in arinta ayda uu sameeyay marka xilliga wixii dhacayna kulli qof hadii aad wajigiisa aad si fiican aad u haynin aadan aqoon dheer ma aad u lahayn way adag tahay si mataqana loo kala saaro dadka marka معلومات يجا إيه كوبان بالوحير يلا يلا دام كلنتي وانا اكسان داو ذي المالك سوى الدوني ذاك الجوكتان وكنا سوى دو هذا برنامج كان عنو كوى رئيسان انو ورياي هاشيك ساقاشن يكوغي لقود دي مغالا دا مقدشو اهلدو ذي قار كمي دا تيدا انو هوري دين كقبال انقاد نيبا برنامج كان عاو وحا مرتيه يقوى عشان تا ورياي لدلي صدح كمي دا اهلدو ذي الله ذا كارنا دي بيانو دين كلا سو سعوسين دونا صدق هذا وريه أي واحد كليهم عبد القادر علي إدلي الله ونا حريسته يوري بعبد الشيخ علي الله ونا حريسته يا مهد آذن حسن صدق هذا وريه أهل كودي أي إلى جوجا وحنا جعل هاي نمكو بلونه هدي له هاي لهذا إيه رذان إلى جوجا تينا سكين برا مركورة وحي إلى جوجا هدي الله إلى هذا نجعل هاي سكين برا هوي فاضمة صلاة فارح أو ده شيء عبد الشيخ علي وحن كل وجه علينا نسوله ويا إسكينا برو مروا فاضمة معلن أبو كر أو عبد القادر علي إيد لحاس كسي هيد ربي هور حمد يا سيدو كلا أحمد آذن حسن أو لا ده شيء مهد أيان جعل هاي إن أنا دين شو قد بيها دي لهي لهذا صدق هذا ضبوا مغليان دل كان إنجليزك يدل سويدنا يكل جوجان وحنا جعلها إن نوجانه هرت دت كانوا يه هايين إن نحسنه ودعينه إسلام رحمن تعالى برنا دت كأي هايين أي سنقولين قف واهر الانتي أما الجري أو اللي يلوبه لكن أهل كذي قرابه سامين تكوي على تي دبع عضه هذه رقم هذه إن نويدينه أو حيلا فربنا نلقوه جين دت كان مقعده عن مقلني oo in badan oo kamid ah wajiyadooda aanan aqoonin dad yar oo la shaqeyn jiray maahane eheladooda ayaa nooga warbixin doona hadii ilaahay ilaahdo waxaan marka hore jecelay inaan soo dhaweeyo hooyo faadumo salaad faarax hooyo soo dhawo way maqashaa hooyo soo dhawo waa kaaga mahad celinaya magacayga cabdixafiid maxamuud jaamac baa la yiraahdaa hooyo berigu oo dhashay عبد الشيخ علي بل لا شيء دي سي بربارين تي سي واحد كحسوس تهوي نوشة هذا مات بربارين تي سي هذا لا صار بربارين ما أنا عنو مركز سعد ويجا ما كنت أقول شيء ما قرت قيل مركو لي من هيا لك سجران يا وقرت أنت وصل لما ننكهر الدواء عليه سي وحيالي يجعلان جري رانتي سي ما حد كحسوس تهوي لو أنا أكتبه ها ونمامل هيا وانا اقول انا مامول هايو هايو دادك دادهو قاني يو دادهي مركا لذا هاي دادك دادهيو وحمامولا ايو اها ما ريركو شقين جري محو قبين جري شقادي سمحايا هايد ورباهين تكسكو ريركا نوان نو شقاي تيري ورفافين تانا وو شقاي تيري حنانا ضحولها حنانا ضحولها وكبحي وحو قرار راضي ما قدشو وأقرت الراديو مقدسه يمسو كشقينا يحسوس هذا ده دي بفيرسيد الله ما حسوسه عند واحد بدانو كشقينا هاي وأقرتي هاي هذا وما حسنت هاي واقوس ونقرية هجيرة هاي هذا حن قد بيا هجيرة هذا سويدن إيه فاضمة معلن أبو كر فاضمة صدوه وادوها عبد حافظ وما حسنت هاي ما قاعد يوا فاضمة على أبو كر وقصوده وين يا waka waqartay aan faadmo waxaad iga warantaa hadii ilaahay yiraahdo aan odaygaaga Cabdul Qadir bal meesha isku barateen iyo barisamaadkii aan waxa ka xusuustid wallahi Cabdi Xaafid oo barisamaadkii odaygaagu xaris baranay 82 bilowgeedii
ما شاء الله سديتن إيه سد حدي محي هير هرانتي دن وأقل قرلا ما فهمت سفي عن مركا وضيقي يوحو أها نين آدي يا آد وضبي عدو ونكسن ما شاء الله وأفقابا وأفقابا وداد أه شغل يسي وحيالها اللو درن آد وأذك وبرباري فمل آد وفيعا وكرا الدنبين يا أسلوب يا حق الدينيد بآد وغموقته ما شاء الله وأقرتي طبعا أذو قفكي نلوش لقي بسليم هذا حيت إنكستو قدروا إذن كلاودي محاد دبعديسي قاركاها مدي الله وكا حسوسن كرتا أو قلبي أقولي كجيرا كون أهانتي عبد حفيد الدي أن كاغا ورمو دبي عليه يسا من دبي عد أدق ما أهين ما شاء الله من أسلوب له دقل الأقن له ما عرقتي آد يا آد اللي سوكو بكرن نحريس بضن حشمة بضن قدرين بضن والشدنا ما عرقتي مقع قولي إماموس خوله حقا دالين يرد الله صعدك يا حاجة درس كوي يا حاجة غير كيس يا حاجة إل كيس ونن هو ذاك آدي آدي هو نقسم بوها وفهمت آدي آد وكوسا القرية أحمد هدار وجد بو أحمد سولو سيدا أصحاب تأكل كوسا لويني يا بل جدك الكل سواش وما مقش سواش على متك آدي أسقيا وينا حتى كعشتا مرال مركور واندو هاي هذا بنا وفر حسنا برنامج كأنا كسوق القاتل ما هذا حسن ما العدد وحوا داديس أنا وحده وينا وقبل دقيقة هذا حسن اللي هذا نور الحيس أو أيضا ولا شيء نح ما أنت شوكتا مركا ما عرض كي وحواها غيرك وقامني كقب قاتي نور شيء نكرم دين حتى قب قاتي نوشني أن رصا كرني حافظي أن تجنين بكارها من مدينة وحها يندد هذا الجعل إلا إيران تيسي إلا ينتو وين هذا إذا عطى شقك بلاوي من لجعري هاي وها إلا هذا ذلك أن وقت سكوين أي إلى سفرية ونمرق ولا نهي. أقرتني وضع أحمد رالو. مركا ما درانتي سي وكل شيء مجال هذا مفتشو هذا ما حسيت ما دام إن بدنا جوينا مرتيني إيه واحد شري سطالات معنا ده كده ما أنت تشوف أي كرني قاركوت عريف غير هذا إمبراطوري دي عن كل شيء وكل وسارة عف ما تمرك دم الجد جاي حالة دي الدرجة ده شلون أكتر كده حالة مركا إسكوررن أيو كل شيء حافظي إسكوررن لورنجري ما أنت كلام على جابي صوني هذا عن شعره هنا تهل يحمر جديد. مركا وقت جدا بنا حنقصه بيرنيدات كي حافظي خضن كاره سود دقي. إلا مركا دم بقى وبدلني مدينة ومركا جري واسع وحساس عن كره سنة. مركا واحد دقينا حافظي مدينة دم بكا أهد النور الدنيا إيو. دتك كل هذا مجال مدشة دقينا حافظي وديشل أيام يقانا. الدارة أيام تجني، وأنقص كرني أنت قريب تاني دمبه، مركب ما أضحاني الآن لوجه علي حافظة، ما دام معلنها معلن ما دي شنو سديتني يكودي مرها وتذكر حالناك صباح أيوها، ما دام حولي جد ما دام معه، والله مركب دي نقدر يرن وانها واي 91 كي هتن ربعتلاتي يكو أجري، دي مركب سديتني حقاقي وطياسي كرت أنت أجري مع دوسي أنا ول خلاص شناد ملاه دقيني لكن وحو ديك جري جغرافي كسان جعلها لكن الذي ومانت وحكا ديك جري أرتدي معناها وقت قال دقيني سي أيا إلا هاتي لسو حرشتا وقاركو خصوصتان هنا وحو أها مركا لما يا ساعتا أيو سكولكي عن جعلها إنو كبلابي لما يا ساعتا مركي وحي كسو رين وحو كديك جري ماشي عروتا أغونتا لوهين جري أفقوية أيو وليبا قيفت قبلها بان جعلها أيوه مركو أول سكول كبيرة معلمه مركو حالنا كلامي
أحمد وأخوص ونقرية حتى وحنا هذه هوي فاضم وحجيل هاي لهذا هوي سداء أيي حيث هذا محكوي دي وح أولاده كتير مجلس عبد الشيخ علي أولاده كتير هالويل ويل كاس حقه وكدن بي أنا قا هينا حتى الإنجليز كده اللي جوا وعم يغجر هوي هذا مات يا وعم يغجر ها إنك وكتي ولا يي لو تاي وعم يغجر صدق سنوات كده صدق سنة كده ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت اللي دير شباب ولا شيء صدق سنوات هذا صدق جروي طبعا من وينه متذكر وين صدق جرأة أرنتي سيدي يقول عضي إيوه أبيه ماشي وخدم بيه دبعاً ويدي ويدي ما يعني أنا قاولي حقابين أنا قولي مسؤول ما هو قادنين ولا ريه ساتشوكو ولا واحد رياكي ساتشوكو محمد شعاري يقلبها ويلاش وينه هلك إيه فرياء تشوكو وأكرتي أن هويو أن دبعاً ويدي ويدي ولا غشا كيسان انتو يرائي انتو هاد عقلي استيبا أن أبيه سدود انتي وحي كل عي ما حد كلا كل انتي جواب إذن كي جواب ولي ما حسما أنا ويدين أوكي وأقرت إمينا شيء وأقرت أي أن هويو أن هدا أن هدي أن تلقذ من أهرنتاس أن عبد الشيخ علي وحو كرش غينا إذا عدي أن وحيقو مقالا أن حلي الدل كان ونعيو إنا يهيد بل رمضان وصومنا أهرنتا مكاور قبت هذو يا تلفون كفلان بختي لكم هاتسن قدالك بحي عدك سار هويش كمقلا وهكاك هوي ووصو نقريا هوي هالكا يجوك فاضمة وقود بيا فاضمة مجلسة فاضمة على إبراهيم الشيخية مجلسة وح أولادة تكون الشيء ولا لي ما شاء الله أفر عرورة أفرت عرورته ما أنت أذيك كل جوا ما في رياح. ما شاء الله. شو عشان هو يا ويدي دم على واحد ضغور أنتي أبوه دوحي كل عي إيو نذكر أفر بدن الصومالية دل كاني مركو بربري ما سهل أنا هذا الشيء كتير أبوقف كلا دري ما حد كتير سيء ولا هذا الشيء سيء وركان وجود بسيء نحن انت له. رمتي عبد حافظ وصومالي سيدا دابا وحما بقاري السابة ما اكتهي انت عليك وشيقنا ولا وشيق صومالي مقالة كم مقلين؟ مقالة حافظ ديا لوي منو ومقلين هذا الكودو والد ديلي آبو هودو لين مقع عاسلي رابع ديليو وكا ورقة بين يران تودي والو سيح انجر واقهين واقرتي محاك ودو والو سيح انجري ما إيه هذا هو مقلة علمي حافظ يا دكتي صوب وغدي إيو دكتي حافظ الجوج إيو المها كانوا أجانو أبوه من كاسة دلي ما جيسا سديرة تاكين اللي راه دلي المها مركا وحقر سن ما جرت والأوجي تاس إلى إيران تودي الله هذا ويكور هيان كور هيان نحدين إيه أف مكرير إيو تيب ومتكدر ممانتي أنا كانوا تعلم تهاي waayo sadex sano wax dib loo dhaafay xasuusin xog leh ilmihi iyo maanta wax fahmaayo oo dareenkooda hadda waxa way shal waxa ay iska loogeen waxay maqlaan hore ugu gudbujireen laakin maanta tii shalay anaga maanta nooga xanuun badan runtii marka la doono waxa xanuun badan tahay maxaad u jeedaa macne walaalada maadsan waranka ninka kugu guftay iyo midka kugu gilgilba way kala xanuun badan yihiin daadada shalay aabaha soo ardhintay waa laga samray caruurtu waxba ay safaansanin laakiin waxba ay fahmayaan ya hanuun bay ku noqotay marka waa gartay cadaalad leh loo baahan yahay ilmihii ay cadaalad leh u baahan yihiin ninka dilo waa ninkaas ana ku dhahayaa maanta waqartay dabcan xilli aan asaga wareysanayney wuxuu ii sheegay asaga mar walba saxaafadu qofka maqan bay difaacdaa
وحو إيش يعني أن جعلنا نقول ليه إنه صار أرنتاج شو نقول هين عندنا وصل درينين أن عدي أذين تودنا أيق عدين لجربه طبعا ده كله كف كل دوم بان ورئيسان دونا لكن أذي عدين كويدي أذو جوب جو مي هذا هين مش الدل كانوا كذا عين سوالف وش هيك أنا إذا عد جوب جو كما هين لكن حافظ عن جوب جو كأ هاي وفهمت أنا قويل كاس إنه ويل كان كان دلي مرحوم كإنه دلي مركات مدون توايتا هدا نقول هاي وأقرتي محاك جرا أن رياضة أن أراها أرونيسا أن مركي جل كانوا له عكدي بوحة وضح الله سد لقن كسومالي سوبن وياي لبدي قويس دي على إذن سيء أرنت على وأرنت لما تيم محاك جرا وح حقت كهيز مجلس هبيرات وح كجرا هبيرات مجرت دي وقت قاتن ما بحط لهم سوما مركا إنه دل وحاكو عت إنا يقويسسكي وذا كولمان وذا حدلان أرنتي ميل لسل لديجن دقالكي أفرت البلاد وقرحي تاسان قوب جوكو أهي أنا إذا عاد قوب جوكو ما هي دقالكي أفرت البلاد وحكو ذا دقالكي ولحي مدحويني ورا الصومالي علم هذي إيو عيديد نعمت بالله مركا سؤالي هو عندنا كوسو عليه فاضل معلن أبو كري واحد ديال اللي ذي المسجنين لكن وضع هذا الله بدو قويس عياب بالوضي بعد هذا قال من عدالين وضع هذا الله بالوضي وضع هذا الكينا ما بعد ما عم بصوم معه وقرتي آذن كوكو ماذا علنا يا وكوكو نقرأ يا دي بوحان وقو نقرأ يا مركان هجيلة هاي لهذو أحمد وان ويدينيو وح وضع هذا الله قويس اسكاس إن أي جراني إنكلا إيو وحريرو لنسو سمية أما إيو أي سميين أحمد هجام كسولو مجرتا واحد دياد قارتين أما وضا حضرا أو دحمرين قويسكينا إيو قويسكين لنكالو إذين إيو إنو واحد دلي وحان أولا يهي إذين واحد دينا ما هي سولو وضا حضر مركور مبرد عينبا وإيو إنتا ستن كسما سمالدو إنتا بضموي كلام هنيتبا hadda umba in aad media cusub oo aad kuma anta hal qaaday umba keenaya in xiriir la isku sameeyo laakiin anigu wax wada hadal ah aan sheer ka u kadhay ama aan wada xiriiray ma jirto haddana waa kan taagan ba macnaha anigu ma diiba eedaysana laakiin de cadaaladan ka yeelin waa gartay aad baa ugu mahadsantahay waa mahadsantahay hooyo faadumo dib ugu noqonaya hooyo haddana adiga marka la kugu soo dhaweeyo ma jirtaa wax wada hadal oo labada qoys u dhiga oo xaal mastuur ah oo arintaa lagu soo afjaray ama jiyaha oo qoyska la siiyay waa gartay dawadayaal hooyo waa qof weyn marka inaan cod kor u qaado weeye haday maqli weydo karaa lahaada hooyo xeer la xusiya fadlan dadka gadaalka hadlaya waa idin mahad celinaya laakiin haddii aan wax yar hoos u dhigno codkase hooyo maqasho hooyo macan ma jirtaa wax diyaaha oo laydin siiyey ama shicalaan kugu wareejinaya iyaga anigu indhahana waala oo waxba jeedo marka maxamed shicalaan kugu wareejinaya isub maasha aba fadhi maxamed ha ku garan fadhiyo ha maxamed shicali waa kan maxamed shicalaan kugu ilmahan kugu wareejinaya anigu xuma jeede waa gartay hooyo maxamed hadii aan wajigaaga kaamarada si fiican ugu hagaajisid way wacnaan lahayd wax yar hadda ku hagaajinaysa wax yar محمد مجلس واحد دياه ولا ينسيه أما وضع حضر ولا ماذا قويس نحمري واحد دياه ولا ينسيه أما واحد ماذا قويس نحمري مجر أمين واقرتي وحضر ومجر أذن نحمري واقرتي أذوق طبعا إن تكوين إيد من قياسية واقرتي هو يحوغا يرى والسمغلي ويني وأعلو داريا هو يوين ويا الله بركة عمرك يدي عفمارت كذا
محد كحسوس تا دبا عذيه سي نقن كيسي ما دام هذا واه هاي ولالكي كوينة الله نحرسته ولالكي عبد الشعلي وكبحي تكسي سر حنان هذا حوالها وحلوه بدل تجمع علولا وكسر شقيه 1975 كنا وحال مسوع شيء حمر وهذا مسوع جندق الأورنج الأفقري أيه شاك بلاوي كذب أي تجي أيه وحب قالي رادي مقدش شاك بلاوي إلا ننتي أيه شقين هاي واقرتي دبعا ويلكي ودلينا إذا لجوا حتى لندن سان دريم أيه هو يوم كان ويدي حوغاير وحاليا بينو كوميونيكيشن كانوا في عينين بل اسغا ان دباعدي سي وحو كراعي يو سيدي لوغو شيغي نيوز كي ما لوغو شيغي كرتا وحا كوت ولا لو معنا وحا وي ويل كاني والمير بو مركز اها ابيس ان لديلي و مقلي نكاس ديلينا و مقلي بل سه وحا ويان وح سر وح كلو او ورا او دهراده او كهيا ما جرانين واغرتي ان وحن جعل أنا وجود بقية كره أو أحلق أن دلكو دعي إذن كسامين تؤذن كل شيء فاهمي أهان حتى أديه كل جوجو محمد شغاليو قرمان مقشين دلك عارينو دعي عدد شيء كما هلاينو دلك عارينو دعي قرمان مقشين سدور كذن كسو جاري ولا لو واحد مقل دلك هني مركو دعي لباب الكذب أن محمد بن شوقي أنا أقول الإنسان بدن بار مرك على باب ركدي بعد ما قلنا أنا وحنا لدلي كدبنا وحوي جبلي ولا شيء ولا شيء أيام حنا تعسسه ما يسي وضيال مرتي بعد لا تعسية يتربضن ومرتي فهم الكاسها أو جبل القبي مرك وقت قاسنا ما قلنا أنا جبل القبي واتمه وحالي مشي علي ولا شيء آه واقرتي مرك رك حديد كذا هذين بعدين تعسيني آه واقرتي طبعاً وحن وركوها يا إنا خلدنا هاي إن كان هذا يصير دورة دل كانوا حلو ولا يحل رمضان إنا هاي وحياة هاي رمضان بهاي بيش مارس أبريل بهاي سدد دادي إسعار كذي ما قاعد مكرهه لكن صار مالك معه ورمضان أيه هاي ما أبريل بهاي مسمى مارس لا هذا رمضان أبريل سدد دادي بهاي أبريل سدد دادي ما هو بأمر بقوله يسقاك يلا بس متكود به واهو با واقرتي أورو صومر طبعا رسالة صومها الله رحمه يقول صومر إله كبغى يأيوها واقرتي ربي حنا قبرنا نقول حريستو أن وحقاك أن وحن كلو ربينا وجد بأحمد أو ويديوس يكو قادين يدل كانوا صدور دعي وح يكو قادين يسامينتو وكل حنا ويدين صعدنا قلنا كل يوم ويدين ويدين دون هجرة هذا وحيري كذا أحمد أخذت سوق لي أحمد كله يود مقرس سؤالش قرما دوقتين إن أودن تي ولا الكا ما هاد آذن حسن أنا وستيد لباتن كي كويس كايبنا حمر بيجبت هوي ولا لو أي حمر نوعه هاي تيد لباتن كي ماش أي أنيجا إيو ولا الكا يجا يرا إيو أبه يوحن أصو أدني سومالي قلبت بان سو أدني وأنا جو كلنا بدن أه dad ku dhashay xataa magaalada Muqdisho qaar kamid ay nala socdaan nabadgelyo darteed ay u cararayaan magaalada Muqdisho ayaan is soo raacnay marka waxa magaalada Muqdisho ku haray hooyaday Faadumo Nuur iyo walaashay Deeqa Aadan Xasan waxa kala joogay oo meeshii xataa goob joog tagay markii la dilay habareertay Daaba Cali Sawaaxili waxay tageen maalintii loo soo sheegay oo taariikhda 8 bisha Abriil ah bay tageen waxana loo soo sheegay in wiilashii uu ku jiray mahad 4 wariye la qaatay oo ninka uu qaatay oo meedadkoodina yaalaan u shilaha saasa ku ogaatay marka anagu maadaama aan xaafada ama magaalada Muqdisho aan ku sugnayn marka waqtiga waxaan ku sugnaa magaalada Godin baa anaga socota oo badan ayaan joogay dhalinyaro marka aan qaraabanahay baa naga daba yimid waxaan alifayo ama maanta aan ku xaq sheegay maahan
waxay ii sheegeen nin la yiraahdo taakeeye inuu walaalkaa dilay meydkiisiina ilaa hadda waa laleeyahayo dadka qaarba maadaama inta islaam ahaayo aasayay dadka wixii meyd ay arkaan axmed oraalow see ku ogaateen in meydadkaa la geeyay warshadaha haddii markii dilka u dhacay cidu aysan arag see ku ogaateen walaal dee waxa weeye meesha markii nimankaa la qaatay uu ninkan qorshaha hore usii degay ay ahayd dadkii qaar baa baqayay oo ka baqayay inuu asagaba xataa micnaha de magaalada ka baqayay in iyaguba la dilo ayaa soo ogaaday waxaa lagu soo ogaaday dadkiiba aqoonsaday in dhallinyaro laga soo qaaday meeshaan lagu laayay oo meydadkoodu yaalaan marka islaamta hooyo waxaa soo wargeliyey markaan kuleeyay micnaha arrintu marka waxaa soo wargeliyey yar magaalada muqdisho qabiil ahaan kasoo jeeda oon jaar ahayn baa hooyo usoo sheegay oo asagana markaa doonayay inuu idaacadda farsameekaan ama wariye ka noqdo oo maalin walba tegi jira oo araajiye wax geysan jiray ayaa soo wargeliyey hooyo oo yidhi hooyo mahad waa la dilay marka aroortaas uu baxayana asaga maalintaa buu tegeyba intuu rabshado iyo wax dhacayana ma tegin aroortaa buu tegey aroortaana hooyo wuxuu ka qaatay fasax ah hooyo furahan baan geenayaa maadaama istuudiyihii iyo qaybihii kale furihii koobigaha anigu aan hayo dhoor qofna dhoor goorna la ii soo diray dad baan geenayaa markaas tiri carradu nabad ma ahane qof walba gurigiisa ku jiraaye soo noqo way nooshahay walaal way joogtaa gurigay ila joogtaa laakiin ma doonayo inaan xusuusiyo waayo qof weyn weeye waa sideetan bay kor u dhaaftay marka ma doonayo in micnaha sidii gabadhii walaashay faadume ay sheegaysa micnaha waranka haddii lagugu dilay ma xusuusta soddon sano ina maanta ay dib uusa xusuusto kusoo noqonayafaadum cali ibrahim dabcan waad maqlaysaa su-aashaas aan weydiiyey ahayd goormaad ogaateen see ku ogaateen maxaa laydiin soo sheegay xaaladdu say ahayd muqdishoad joogtaan bal walaalay sawir ka bax subaxdii uu shaqo tegey subaxdii markuu shaqo tegey saacado kadibba baa adiga dheeladiyaa soo yeertay war xunaa soo yeeray saacado kadibba kolley aniga meelaan yaro gaaray soo noqodkaygii suuq yaraan kasoo adeeganayay mar alla markaan soo noqdayna xaafadiiyoogo la buuxo aan kusoo noqday wargelin lagula sameeyey inuu dhintay wiilkii ninka magacaasi dhiiraa dilay wiil yaroo idaacadda kale shaqaynayay oo ku cusbaay markaas aa warbixinta keenay ma fahantay ma xasuustaa magaciisa aweys bashiira ldhahaa aa gartay marka sidaasaan ku ogaaday xaafadii wada guuxaysa waxaana yiri xabado baroonahaa dhaceen mar alla markay xabadihii dhaceen iyo buuqi xaafadda markaan arkaa yiri talow caruurtii a xabadihii isu dhaafeen mar alla markaan soo dhawaaday oon yaabanah ama kaag aan arrintii la ii sheegay xataa wiilkii warbixinta keena xaafadda uun dhiga waa iga wijaqarsay adig ma fahantay marka arrinta saasay igu soo gaartay annaga subax siduu nooga baxay oo shaqadii u aaday laguma soo noqon waxaan xanuunka la qabaa gabdhaha ayagana dhibkaasoo kale ku dhacay oo raggooda siday shaqada ugu aadeen dib ugu soo noqon aniga markii odagayag laga qaada meeshii markuu dhibka gaaray isbitaal dig fera la geeyey maba nagu soo noqonba waxawaaye meeshiisa lagu aas qabuuraha qaranka ee eelahaasaa lagu duugaday insha allah meeshaasaa lagu aasay dibna uguma soo noqon maragaas xaafadooday ka baxeen dibna uma soo noqon walaal waa gartay aaskooday ma ka qayb gasheen aaskiisi maay aniga ma teginba xaafada way kala dheeraayeen marka kulley dhallinyaradii dadkii la dhashay iyo walaalihiisi iyo ehladiisii dadkiisii aasa kulley waxba dhibaato ma jiraan ana caruurteydaan iska haystay maxaa la sheegaa
هذا كوب ما هذا إلا يا وحقك وحن جعله مركان إن نجيب يقول نخذه محمد محمد شو له وحن ربع هوي ولي ويكون جوك جو وقف وين قويس كنا رشق عليه قبل قبل يوم كسرنا سامين انتهى لقى يدين كي على تي إنه مرحون كانوا يدين كبحه أدولي بعد أحسن كري ويدان الظروف تي جود مركا دلك إنك جرتي على دي دلك كان على أوجت سلابة يدين سامي سي مركا دبو صور أوف صورتيد والله سيدنا الله سامي سي واحد عندهم كرم واحد شيء كرمها حيا لي نبتك لعدي وحويان هو يواب إن بيشي وجده وإن لا هذا هو واقرتي نبتك نقول هو يو إن بيشي بأن نقدر نيد حد شوقي الحذي يو هنتي ماركتي قلبي قد أفقي هل كان سحر بينا في السيدة وضياشة ما كان حيا إن قريدا نحن انت مرحوم كتب الله ورحمة ده يو إن لعنته هو يو وكان حي هوي وحويان وحي اد بو تعال بيل ككن وحويان او قف مركتي اد غروم بوها مرك او كل كان وي نغه ودا تعاليد او مركتي اد بو دوا مرك قلبي با فقي هوي يو انت او اي سي وصداس يكون له بس واغرتي مركا ما يدو ولي حمر لجوغي هوي ان لبشاي ان مس مركي لغا سو تو هلكان ليميت مركي مركي لغا سو تغي ما هاي او يو انديدو ما فيعنين با وا مركا ادمو ان لبين لك سي مركا سو سو قحني وها وي هوي نفي عن ملهي ارغد وحبها ما با كجري كدي من دواس كان لبشاي الا هدا لو هدا واقرتي هذا ما سنتهي وحان كل قرية أحمد هالمر رجيله هاي لهذا أحمد شلو شو أشوا مغلس ليه السداء يدين سامي شيء كقويس أهان يدين كرئ آدم طبعاً ودريم كرت أمريكا قف ممبر ريركا أو ماشي كبحي قويس كي أنا ريركي وحو كوي رندوما ما دام ما عرض كريركا ها ولقى بهي maana haaste mana haaste anigu ma daaman dhan yar ahayn oo marka gobolada Soomaalida Ethiopian joognay ee waxaan markii wa dareemay waxyaabo aan odaga abahay ku arki jirin ilaa aan markii dambe xataa caafimaad u keenay Jarmalka uu ku geeriyooday waxa markii ba ku dhacay cudur la yiraahdo Parkinson ama Soomaalida ay u taqaan gariirka naxdintii marka mar walba uu dhakhaatiirtii aan waddan ka jirma ka aan geeyay ay waxay dhigireen wax farciisa maartay hore u qabay waxaan ma jiraan maya waxna xadin ama maartay dhibaato marka tabanay marka aan ugu sheekeyo buug waati ku qor jireen dawooyin marka ay ku tiyaan bay siin jireen ilaa markii dambe 2000 iyo 4tii uu ku geeriyooday ee magaalada Bonn oo aan deganeen marka dhibaato ta iyo murugo badan oo mar walba markaa soo xasuusitay qofkaagi qofka dilay oo magaalada iska tamashleenay ee macna aduu aan la walaalkay ama wariyasha maanta la dilay aan la niman ee digiicabo dadka ayaga leenayaan oo laga dilay waxa macna calaash kuma xanuun lahayn laakiin nin maskiin oo saaki u shaqaystay tagay baal waxa soo heshin oo de loo dilay gardarro waa dareemi kartaa waxa ee macna nambarku uu ku yeelayo marka way jirtaa wa tan hadaan kulayay hooyada iyo macnaheedu ma doonayo media inaan soo fariisiyo ama TV-ga aan wadeyno kaaba kamid ah oo macnaheedu xaqi aad fariisin ismiyo xaqi la aadi sanad ama ay dadka isku booqayso marka way jirtaa nuruga badan dhibaato badan waliba hatta ha ugu sii badnaato why hadda why macnaheedu sodon san wal ilaawisha fuu ilaagati la ama gartaraha lagu dilo ama lagu dilo gar laakiin markii la keeno YouTube-yada qaar kood ay ka shaqeynayeen macna ay marba soo baafinayeen cadaalad aan wali u helin aan taba ku jirno way programka hadda aan ku jirno waxa weeye cadaalad u heli leeyahay markaa ka sugeynana waa Soomaali walaaladay muslimka ee Soomaali baan ka sugeynaa waxaan ka sugeynaa wax alla wixii cadeyn ay ka hayeen way ruux walba oo ka tagay anta ilmaha yar markaa iskuulka u jirtid
ومات وقت الآن مياه لدى بسعوتي مياه مركو كفي مياه وحنا لا مرة لبا مدى بجوك تسليه باورتي كامل اللي روحي ريكول مالا قريسي مركا وحنا كتوني من الصومالي ولا لهين مركز كوركو بيهن مياه لبا هدي نولي وحنا كتوني نحريف نعلاص مينو الدالة الحلو أقرت وأقرت يا وصل الغلام موضوع أسأل وحن ربا إن سؤال كله إن هذا حضرة لهي سي أريك الصور حب حيوها خاطير توحي لذين إن أبا الله ورحمة إن باكستان كمرخو كل عياد صفي على كل حدا عور في دفن دعمها الجريمة افتقار كل خصوص وكقاعدة لكن دعم جديد كاش بلوجي سهروي إن خاطير توحي كل هذا واحد بعد waxay ku leedahay cidina wax kamid xanuunkan qabay ma jiraan ma ya tiraahdeen aan maxay kala oo u sababeeyeen ama sa aan ay ku sheegeen oo xanuunkan uu ugu yimid Barcelona waxay ugu yiraahdeen ee way weydiin dagaalkii macnaa Soomaaliya key madana qaxootaan ahayn oo markaan de sifa kala kuma in tagin meesha ilaa macnaa ama meesha kuma tagin ama dalxiis kuma tagin marka weyna weydiin sifihi macnaha markuu aabaha wadanka joogay ama maartay uu ka yimid ama wadamada kale soo mareysiin wixii keenay wax kaliya soo marka asaga wuniisa ama u dhimaya ama marka la dirsay miyaa jira marka wixii baan uga sheekeynay qadar waxaan u sheekeynay wiilkii curadkiisa oo dhintay kibacdi ayaa waxaan dareenay asaga in gariirkan uu ku bilaabmay qadar adoo ma soo taag fahmay aan dabcan waa dhageysanaysay horena waxa uu sheegtay dareenka sanad qoysiska Soomaaliyeed la qabtid aan jecelahay inaan idin weydiiyo saddexdiinaba midba mar waxay tahay hadii la yiraahdo ninka lagu eedeynayo inuu wax jilay waa ku celcelinay erayga eedeyn maxay yaraa isagu wuxuu yiraahdo inuu shaqo kuma lihi sida awgeed qofka inta maxkamad laga soo taagayo oo maxkamaddaas ay ka xugmanayso waa qof aan dambi lahayn sida maxkamadaha caalamku ay u shaqeeyaan hadii aan ku weydiiyo adiga maanta hadii aad fursad u heshid in aad adiga iyo taakeeya iyo afartaada wlaadaaya agoonta kusoo korisay allah ku sharfay aad sharf fariistaan maxaad ka oran lahayd ama ka dalban lahayd haddaad fursad u heli lahayd maanta muwaadinka Soomaaliyeed ee lagu eedeynayo inuu wax jilay haduu kusoo hor fariisto fursad u heshid maxaad ku oran lahayd adiga iyo ubadkaaga yar yar agoonimada kusoo barbaarisa waqtigaaday ku hagaagsan tahay taas ma arki doonaa waa su'aasha waa gartay aadan kugu mahadcelinayaa allah karameeyo su'aashaas su'aal la mid ah maxamed maxamed maalmaha adduunku waa iska gabagabo dunidan waa laga tegayaa haddaad muwaadinka Soomaaliyeed oo asagoo qirtay inuu asagoo cadeeyey inuusan cidna dilinin dembigaani eedeyntan loo soo jeedinayo aad la kulantid maxaad ku oran lahayd maxaad ka dalban lahayd waxaan dalban lahaa waxa weeyaan horta sharciga in la horkeeno haddii aan heli karno isla markaasna waxa weeyaan xusuusta maartin ninkan waxa weeye annaga lagama qarsana maalintii wax ninkan dilay ilaa iyo hadda magaciisa waan haynay waxa weeyaan annaga wax magaciisana waxaanu naqaanay cabdu annagu sufyaan iyo waxaas ma aqooni cabtaake ma cabdullaahi ma cabdullaahi ma magaciisa la yiraahdo bana rooshkan ku yiraahdo annaga cabdullaahi taake ayaa la yiraahdo axmed in loogu daray abiis ma aqaano laakiin cabdullaahi taake ayaa la yiraahdaa baa nala ku yiri markii annaga hawsha naloo sheegayay marka annagu ninkaan waan rubnaa inuu walaalkay dilay wax qarsoon ma ahan ummaddii meesha joogto dhan baa sheegaysa waxa weeyaan muxuu ahaa waxaan doonaynaa annagu sharciga in la horkeeno wuxuu sharcigu qabo na la waafajiyo intaas keliya ayaan doonaynaa oo maaragtay sababtoo waxa weeyaan xusuustan noogu darnayd waxay ahayd maadaama aan walaalkay oo meyda oo meesha u geeyay aanan ogeyn haddaaban maqlahayaa muxuu ahaa miisaanka dhuxusha lagu tuuray laakiin annaga waxa markii waxa la yiri meydkiisa waa la qaatay meesha waa laga qaaday ayagoo afar ah meydkooda baabuur lagunti lagu guray baa meel lagu daasho duurka abaalan ku yiri ma fahamti annagu laakiinse maan ogeyn meeshaas muxuu ahaa meesha lagu daasay oo kuma dambaabi karo halkaas weeye ma oran karo marka naxdinta noogu weyneyd waxay ahayd
ميتيون دوغان ويني اللغي او ماركتر نفتيني سحوها أرسعت كنوية حددنا لباتتاس نوغو دارن مركو حندواني إن شرعيقا إلا وافتيا نكاس أضغا نوغو ماركتي كعسانين أمد السوماليات ودن أقرت أكو مال علني أحمد بن سؤاشا سوكراسيني يا أحمد سولو الله أدوان سؤاش وحي حيد أن إنكي ولالك الجلي أما ضدك ولالك الجلي حديل ولاكو لنسيو على هرفري ستان على فرصته هي شيء سمع بعضه كجرتو دجال كجرتو دجال وحين ولاير الله هنا درس هرفري ستان محاتك ورا الله محاتك كذا البلح والله هدو أسمع مركو رلي ما لها وي في عنانه لكن وقت يا حذرك وما بنانا قلب كلي أبنان وحي لما تقانا روح مركو تنبي كلو ومضي إله أنت صور استاجو إلى هذا تنبي جابك كلي مركا walaga yaaba inaan marka aan arintii aan anaga go'aan family ahaan qaadan lahayn inaan ka soo jeedino meesha laakiin ruuxu haddii asagoo ku indhaadeeyo amba waa intaan wax sameeyo waan istaagi karaa waan oran karaa waxa ma sameeyin laakiin waqti bay qaadanaysaa marka tiyaal bay noqonaysaa way dadkan macna xoolo uu meel ku soo dhaqto marba mid la baxay ma aha waan dad bina aadana wada ka wadashin joogeen waliba magaalada ay ku dhashay joogan marka waxaan doonaynaa hay'adaha xuquuqda wax meel walba aan marno inaan cadaalad helno waagartay fursad inaan rabayso walaal raalo fursadii aan hadii weydiinayso fursad asaga ahayd taa ma ahan anaga su'aasha asaga ahayd inuu ciid isku qarin baahad oo hor yimaado meel yaha uu sheego marka alla markii de nin walba macnaha de aan cadaalad darro ka tabanayo ruuxi waa inuu cadaalad helaa waagartay waxaan ugu dambeyntii su'aal dadka qaar kood ay suuq la marayeen ama dadku ay isweydiin karaan aan ku weydiin adoo aad soo koobay dabadeena martida kalaan weydiinaya dadka Soomaalida ah markii dhibaato ay dhacdo ولا بدلا وحي ولا بقف شخصي أما الله أما صدق وحي جيستين أيا أمضنا البرش سحر الله مريا اللي إلى هذا تاسع الله قلي يقبي هذا بنقول له أي وحي الله متك حديق في الله أي دم بجيستي أنا جو وذا أقص وما رضوا إن إسلامي سي دجال فر بدن ذلك يعني كذا عن قبيل أن للدينين أبو حلقة دينين أبو نبعت له عن قريب كهين إنه يري هم أمرين يا مركل الله جرب أبو قبائل الله وما رضوا هم سعدوا deyala dhe brajir ka iyo dadka dhoobayda beerleyda iyo dadka lamidka qabilada waaweyn inta badan waxay weey dad islaayo isjiray inta badan u badan yihiin qof hadii uu dambi geysto ama laba geysto muhiimad intee leeg ay leedahay in aan reerka qofka uu ka dhashay oo aan dambiga qayb ka ahayn waxba ka ogeyn ayaga aan majalinin in aan burush saxaran la marinin oo magacooda iyo karaamadooda lagu ciyaarin soo dhawaa xamed halka ya fikrada dad soo jeedisay tirada dambiga baliga kale maanta meelaha macnaha inta Soomaalidu waxay isticmaalaan meelaha adduunku ay ka isticmaalaan waxbarasho iyo macnaha horumar anagu waxaan ka isticmaalnaa meelaha inta aan ka isticmaalno waxa way inta xun way hadduu maanta qabiil maanta uu meeshaan dhigay meelaha horumar kale nooma harsana ilaa aan arkayso TV-dan waan ka daawanaa waxyaabaha ka socda wadankeena maanta marka ayaga ilaahay bay jirtaa qofkii macnaha maanta anuu walaalkay qabiil looma dilin waayo haddii qabiilka reerka uu ka dhashay idaacadda ma yimaanay la oran lahaa muuna tagi lahayn waayo magaalada Muqdisho ruuxa markuu ku dhasho ta magaaladiisu uu degan yahay marka qabiil looma dilin ninkan wuxuu u dilay oo aniga information ka ilaa 30 sano aan baad goob ugu jiray waxay ahayd sadbursi uu baahaa waayo asagoo aan aqoon lahayn oo meeshii soo galay qori wata dadkii macnaha meeshii jooga idaacadda farsamada qaanka ah idaacadda ka shaqeynay wariyash ka ah wehendalad iyo macnaha ay kursi ka qaadasho ka bacdin asagii la xumaatay oo arkay macnaha inuu godob galay dhig galay ka baxsaday wadankii marka marna ma oranayo qofkii asagii ilaahiisa haddii la soo istaago liirado ha reer hebel way reer hebel taa asagii u taala wixii iscunayo jagaa dagaalka ahligii iscunayo taaba asagii u taala waayo nimankan waligood qormeyna qaadin meel kama tababar xataa meel tigin wariyaal bay ahaayeen masaakiina adoo maasad
أعتقد أن فاضم أنسيو أن إن دتك أن لسكو دارين أو أن ليك جاتي أن دت حمام وضع أما كح يرعى أن لسن وفاء لسنين عبد الفت قبيار ذي أي كعيان أو قف يلا بق لبأي جيسين ومت صماريات أو شرف إيه كرامه هو أن حمان شكر عينين أو شيخ له أو شريف له أن بروش كاس حر الله وضم مرنين أن عجالة دي الرادين هي مت كفوك أن عجالة درع على سمينين مهما أنت لا جاي لا ذا هيك قوي سهان دين لا ذا هيك قف قف دمح هذي دلي قف قال إن لقوا إنقاب وما دم بقف وجلاي قف قال إن لقوا إنقاب هو في أنا بس ذا فهمت مركا كله أنا كفكر كاس مقبي فكرة قوي إن سيدا وابا نعبا هو كسور جيدا هما بربار ما رنا كان قرب وحنا وض وض بريها اللي بأرجنا قبيل اللي سجاشن يكودي بو مجرد الصوت قال كار اتقينا مجرد مركا إلها مبرينا على الدعيستو الدم بيجش اتكل يلا قابين قبيل لك هلا قبيل حوس مي يلا وح حقا شيق شريف إليهن أنا قلت على السيدة المأمن سري حواي قبيلي وحليرا مجيران وف دنبي أو قلي دنبي كلي الله وعقابن إلهي لقى عبسده أنا قلت على السيدة المأمن سري